قلت متنح حنان وقسم بدينة تلفروتة زوارو أسبق سنو نمباركي أكيد بلون سكش مربي سلينا الوفولكي دراحتي إن شاء الله غسد يويح تقليد نوفولكي نو سكسد السفرحي باهرة السوسمي باهرة أدف تقليد نوفولكي العمد خصوصا أنه العمد إيقا مميز أشكو أقليد نحتي نصربي إيقا يقربي أنه السن 14 يناير إيقا عطلة رسمية الاحتفال بإيد يناير فرحانه بزاف اليوم حيت كنتواجد في مدينه اكادير وفرحانه حيت كنت جزء من هذه التجربه الجميله وجزء من التتويج كوصفه ثانيه لملكه الجمال. دونك هذه المسابقه بغيت نشير واحد الحاجه اللي كيغلطوا فيها بزاف ديال الناس. دونك المسابقه ماشي كتعتمد غير على الجمال بس من مراحل عديده، يعني مسابقه اولا ثقافيه من الجانب الاول، عاد الجمال كيجي من الدرجه الثانيه. وصراحه يعني دازت التجربه اللي قلت لك رائعه، تعرفنا على بنات ما شاء الله كلهم جميلات قلبا وقالبا، يعني ما كاينه حتى شي وحده ما كتستاهلش لقب، ولكن كيبقى هذا هو قانون المسابقه. دونك الحمد لله على التتويج، وكنشكر كاع الاعضاء ديال الجمعيه ولجنه التحكيم، وكنشكر كاع من ساهم من قريب ومن بعيد باش هاد النسخه تكون سبيسيال وتكون ناجحه. هاد السنة كما شفتوا كاينه مسابقة ديال ميس أمازيغ في مدينة أكادير بجهة مسا اللي كتجمع القرار الملكي السامي لإخراج يوم 14 يناير يوم عطلة رسمي مدعم هذا الحدث اللي هو حدث تاريخي مجيد. المسابقة كما شفتوا كاين منافسة شرسة ما بين المتسابقات، لأن كاين تقارب كبير ما بين المتباريات، وهذا التقارب اللي خلانا أننا نكونوا حائرين في اختيار يعني المس الوصفة الأولى والوصفة الثانية. 15 كاملين اللي شافوا الناس وشفتوهم في لي ريزو سوسيو اللي تبعتوهم انتوما كموقع اسبريس، راه كيما شفتوا ان كاين تقارب في المستوى لا العلمي لا الفكري لا المعايير اللي اختارينا كلجنة، معايير ماشي ديال الجمال فقط لان الوقت يختلف، وانما هناك معايير اخرى اللي هي يعني الايمان بالثقافة الامازيغية والهوية والتاريخ الامازيغي، كذلك المستوى العلمي والتحدث بالاغنيات باللغات الاجنبيه، لان ميس ما يمكنش انها تبقى في مدينه اكادير وانما غتكون سفيره للمراه الامازيغيه ولتسويق الجهات وسماسة والتقاليد والاعراف. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.